متعة، العمل فيها متعة ورياضة. تسمع باللي بشغل بأربع رأس والخامس، نحن عندنا كل دقة وكل حتفة خيط بده يشتركوا الأعضاء الأربع فيها، الرجلتين والإيدتين، ثلاثة ما بيشتغلوا. بيدين لا تعرف التعب، يقضي العم أبو بلال متجاوزاً عامه السبعين داخل ورشته في تكية السليمانية، يحمي حرفة سورية من الاندثار، يدافع هو وثلاثة فقط من أبناء جيله عن قطعة خشبية، كما يقول تحيك كل يوم قطعة من قلبه. لما نعطي المنشفة لواحد نقول له جربه، هالمنشفة جربها بإمكانك تجربها 10 سنين 15 سنة 20 سنة، ما عجبتك رجعها، لأنه هي قطن إذا بتعطيها مي بتعيش، بتحطيها في شمس وبتقوى. المناشف اليدوية تورث. من بين أربعة، يعني أنا وأخي بحماة بنشتغل فيها، في واحد من بيت دبيف وواحد أي، بحلب ما ضل، بالشام ما ضل لأنه أنا جيت من حماة حتى أكمش هالمهنة وما يعني وحية وما خليها تموت، وإن شاء الله بتضل هي تراث. خيط الطول اسمه السدي، خيط العرض اسمه اللحمة، إذا اجتمع السدي واللحمة بيطلع معنا القماش، ولما بيكون السدي كويس واللحمة كويسة بيطلع القماش كويس، بيطلق هذا المثل على الرجل والمرأة، بيقولوا فلان وفلانة سدي بلحمة، يعني بيكملوا بعضهم البعض. هي السدي واللحمة، فلما بيكون السدي قطن واللحمة قطن تطلع معنا مناشف، لما بيكون السدي صوف واللحمة صوف بيطلع معنا سجاد، لما بيكون السدي حرير واللحمة حرير بيطلع معنا بروكار وحرير، لما بيكون السدي شعر واللحمة شعر بيطلع معنا بيوت الشعر تبعوت البدو والعرب بيسموه شعار. حرفة متوارثة أبا عن جد، بهذه الكلمات يصف الحرفي منير علاقته مع النولة التي تمتد لأكثر من نصف قرن. بيشتغلوا فيها من يمنا، يعني اللي بيساوي النول بيت ولادي، عيلة كبيرة هم الشام، اللي بيساوي السدي هو المسدي، فأبي مسدي وجدي مسدي نحن بيت المسدي، اللي بيساوي الخطوط الطولية بالقماش هذا المسدي. المهنة هي ازدهرت واشتهرنا فيها بسوريا بسبب أن المواد الأولية كلها عنا، ما بحاجة ولا مادة. القطن عنا بنشتغل مناشف، الصوف عنا بنشتغل بسط، الحرير عنا دوت الأز بنشتغل بروكار حرير. لم تمنع عيون العم أبو بلال التي حكت لنا قصة تعلقه بالنول أن تشي بخوفه من اندثار المهنة، وهو الباحث دائما عن عاشق لتلك النغمات التي يصدرها النول مع كل حركة. بنقول لواحد تعال تعلم المهنة وكويسة وتاريخ وتراث وهي، بيقول لي إذا في آلة هلا بكبس زر على الكهرباء بتشتغل 100 منشفة، بدي أتعذب أنا طول النهار على منشفة أو منشفتين وكل نهار أتعب كل نهار أتعب، بس أنا بعدها هي تراث هي تاريخ هي حضارة، بحب المهنة يعني وبتمنى حدا يتعلمها مشان ما تندثر. أنا بعشق هالمهنة هي، لذلك يعني دوامي 11 بيجي من 9:30 من 10 بيجي قبل بوقت، دوامي للسبعة بفضل للسبعة ونص ولا 8، يعني دوامي 6 ساعات بشتغل 7 ساعات وثمان ساعات لأني بحب هالمهنة دون يعني النظر للمردود المادي، فهالمهنة هي لو ما بعشقها بجوز ما اشتغل فيها. بيقولوا قطعنة فوق قطعنة بتصير كنزي، وخيط ورا خيط بيصير حيط، وبرغلاية فوق برغلاية بتصير أخيرا كباية، بس الواحد يطول باله لأنه شغلتنا بدها طولة بال كثير كثير ما شوي، لأنه عم يشتغل بالخيط عم يشتغل له بـ2000 خيط وبصفهم خيط خيط وبيوصلهم خيط خيط.